مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الأول المتوسط. وصلنا إلى الوحدة السادسة A page 72. خلنا نبدأ الدرس. طبعا مثل ما قلت لكم أنه أنا راح أجمع كل الإنشاءات في فيديو واحد، أوكي؟ لذلك هذا ما راح أتطرق إليه لأن هذا إنشاء. lesson 3 read student book page 45 write short answers to this question. اقرا صفحه 45 كتاب الطالب، يعني قصدي الكتاب الملون، واكتب اجوبه اوكي للاسئله. number 1 what nationality do you think summer and dana are؟ ماذا تعتقد جنسيه سمر ودانا؟ عراقي، جنسيتهم عراقيين. in which countries can you find pen friends؟ بأي دولة بإمكانك أنه تجد صديق بالمراسلة؟ in countries all over the world، بكل الدول حول العالم، يعني أي جنسية كانت. okay. 3 where did summer get the photographs of Canada؟ من أين جاءت سمر بالصور لكندا؟ from Judy her pen friend، من جودي صديقتها بالمراسلة. 4 why did Dana ask for the name of the magazine؟ لماذا دانا سألت على اسم المجلة؟ she wanted to find a pen friend، لأنها أرادت أوكي صديق، أن تجد صديق بالمراسلة. انتقلنا إلى lesson 4 read these sentences، اقرأ هذه الجمل. then listen to Fuad and his father، ثم استمع إلى فؤاد وأبوه. and complete them، ثم أكملها، قصد أكمل الجمل. طبعا أنا already حالتها لكم، أوكي، بس خلنا نروح نقرأ listening ونترجمه حتى نعرف إحنا ليش حلينا بهاي الطريقة. الملف الصوتي أمامكم. dad Fuad. dad Fuad. good news. what's that dad؟ ما هي؟ good news يعني أخبار جيدة. What's that؟ ما هي داد؟ ما هي الأخبار أبي؟ I'm going to Japan، أنا سوف أذهب إلى اليابان. To Tokyo، إلى طوكيو. When، متى؟ In 7 weeks from now، يعني بعد 7 أسابيع. Oh Dad، can I come with you؟ هل بإمكاني أن أتي معك؟ Please، أرجوك. I thought you might ask me that، أنا اعتقدت أنه أنت راح تسألني. You might ask me that، أنه أنت راح تسألني هذا السؤال. Yes you can come، نعم بإمكانك المجيء. Wait a minute، انتظر دقيقة. يوكي doesn't live in Tokyo، يوكي لا يعيش في طوكيو. I won't be able to meet him، أنا لن أكون قادر على أن ألتقي به. Maybe Yuki can come to Tokyo، ربما يوكي يستطيع القدوم إلى طوكيو. Yes I hope so، نعم أأمل ذلك. I'll write and tell him straight away، سوف أكتب له وأقول له. straight away يعني مباشرة. What date will we travel، أي تاريخ سوف نسافر به؟ On the 17th، when، بيوم 17. and how long will be in Japan، how long يعني كم الفترة الزمنية اللي راح نبقاها باليابان؟ 12 days، إذن 12 يوم. 12 days great، 12 يوم جيد. which airline will we fly on، أي airline يعني أي خطوط راح نسافر بها؟ Iraqi Airways of course، الخطوط الجوية العراقية. if they fly to Japan، إذا أكو رحلة إلى اليابان. how long will the flight take، كم تستغرق مدة الرحلة؟ I'm not sure، أنا لست متأكد. about 7 hours، تقريبا 7 ساعات. I suppose، أنا أأمن. we'll find out when I get the ticket،
سوف find out يعني سوف نكتشف عندما أحصل على البطاقة. Just calm down فقط اهدأ and get on with writing to Yuki. و get on يعني استمر كتابتك إلى يوكي. Yes yes I'll do it right now. نعم سوف أفعل ذلك right now يعني مباشرة. التمرين أمامكم راح أبدي أيضا أقرأ وأترجم. Number one, Fuad and his father are going to Farah. ورايحين كانوا إلى جابان إلى اليابان. Number two, they will go on the راح يروحون في 17th. Okay, في يوم 17. Three, they will fly to سوف يطيرون إلى طوكيو. إلى طوكيو. 4. They will be there for سوف يكونون هناك for 12 days ل 12 يوم. 5. They will fly on راح يطيرون ب Iraqi Airways lines بالخطوط. طبعا هنا اكو lines اوكي يعني قصده بالخطوط العراقية الجوية. اضيفوا لي كلمة lines هنا L-I-N-E. 6. The flight will take about الرحلة سوف تستغرق 7 hours 7 ساعات. كملنا صفحة 72 خلونا ننتقل إلى صفحة 73 B. Listen and answer the question استمع وأجب عن الأسئلة. خلنا نروح نقرأ listening okay ونترجمه حتى نعرف شلون نجاوب عن الأسئلة. الملف الصوتي أمامكم. Dad, I got a letter from Yuki this morning. I got a letter يعني جتني رسالة من يوكي هذا الصباح. What does he say? ماذا يقول؟ He says that he and his family will be in Tokyo. قال بأنه هو وعائلته راح يكونون بطوكيو. When we are there, عندما نكون هناك. Isn't that fantastic? أليس هذا رائع؟ Yes, it is. نعم إنه كذلك. And he says that his father and his mother will meet us. وقال بأن أبوه وأمه سوف يكونون في سوف يلتقون بنا بطوكيو. طوكيو Airport يعني مطار طوكيو. And he will be at the airport too. أيضا هو راح يكون بالأيرپورت بالمطار. Too بمعنى أيضا يعني هو هم راح يكون ويا أمه وأبوه. Oh, that's good. نعم هذا جيد. I've never been to Japan, you know. أني أبد لم أذهب إلى جابان. هل تعلم؟ He wants me to stay with him. هو يريد مني أن أبقى معه. At his uncle's house. في بيت عمه. He says you can stay too, Dad. هو قال لي بأنه بإمكاني أن أبقى أنا أيضا. Well, that is kind of them. هذا لطف منهم. But I'll stay in a hotel. لكن أنا راح أبقى وين بالفندق. Because I have business. لأن عندي أعمال to do حتى أسويها. Remember, تذكر, I won't be on holiday. أنا لن أكون في عطلة. I have to work. علي أن أعمل. But you can stay with them. لكن أنت تستطيع أن تبقى معهم. I'll write and thank Yuki's parents. راح أكتب وأشكر والدي يوكي for their invitation على دعوتهم. And you can start thinking about بإمكانك أن تبدأ بالتفكير بشأن what clothes you will need. سوف أي ملابس سوف تحتاجها. Oh, clothes. I didn't ask Yuki what I'll need. أنا لم أسأل يوكي عن ماذا أحتاج. What do you think? ماذا تعتقد أبي؟ I don't know. أو لا أعرف. Find out. اكتشف أو جد. What the weather will be like. كيف سيكون الطقس. And ask Yuki. وأسأل يوكي what
you will be doing. ماذا ستفعل؟ Where you will be going. وأين سوف تذهب؟ Just don't take too much. Just don't take too much. فقط لا تأخذ الكثير. يعني لا تأخذ الكثير من الملابس. You will have to carry your own bag. لأنه عليك يتوجب عليك أن تحمل حقيبتك. خلي نرجع على التمرين. فؤاد wrote to Yuki. فؤاد كتب إلى يوكي and two weeks later. بعد أسبوعين he had a reply. أخذ الجواب. Now فؤاد is telling his father about Yuki's letter. الآن فؤاد يخبر أبيه عن رسالة يوكي. طبعا إحنا رحنا إلى الملف الصوتي قريناه وترجمناه. سرح نجي الحين. Will فؤاد meet Yuki in Japan? هل فؤاد سوف يلتقي بيوكي في اليابان؟ Yes. Yes, he will. الجواب هنا yes, he will. نعم هو سيلتقي. Now read these sentences. الآن read these sentences. اقرأ الجمل. Then listen again and write notes. ثم استمع مرة أخرى وأكتب notes. ملاحظات. Some sentences are wrong. بعض الجمل خاطئة. Write across next to them. اكتب خطأ okay, أو في next to them مقابلها. And make note of the right answer. وسوي ملاحظة بالإجابة الصحيحة. Some are right. بعضها صحيح but not complete. لكن هي غير complete يعني ما كاملة. Make a note of the extra points. اعمل ملاحظة بالpoints يعني قصده بالنقاط الإضافية. شوفوا أنا هنا لما صححت أوكي ما كتبت هاي علامة الفي أوكي رأسا بس كتبت إنه هي غير كاملة أو خطأ يعني رأسا صححته أوكي زين خلونا نبدي طبعا راح أشر على الأشياء الخطأ لما نحل التمرين. Yuki's parents will meet them at the airport. والدي يوكي سوف يستقبلوهم بالمطار. طبعا إجابة غير كاملة incomplete اوكي طبعا هو قال لي اذا الإجابة مو كاملة اكتب انه هي غير كاملة. منو بعد راح يروح للمطار هو يوكي اوكي ويوكي يعني يوكي وابويه. Number 2 يوكي will stay in a hotel. يوكي سوف يبقى بالهوتيل. طبعا هنا كروس هنا خطأ اوكي وراح يبقى at his uncle's house. بيت عمه اذا يوكي راح يبقى بيت عمه. تذكرون عمه اسمه مسوبيشي. زين خلونا ننتقل الى 3. فؤاد and his father will stay there too. فؤاد وابوه سوف يبقون ايضا. وين يبقون؟ يبقون بالبيت عم يوكي. الجواب خطا. Not father ليس الاب اوكي. الاب ما يبقى بيت يوكي لا راح يبقى فقط بالفندق. 4. فؤاد's father is going to Japan for a holiday. أبو فؤاد سوف يذهب إلى اليابان بعطلة. طبعا خطأ الجواب to work. أوكي لأجل العمل. كتبوا لي خطأ هنا. أوكي بعدين كتبوا to work. لا هو رايح للعمل. 5. يوكي told فؤاد which clothes to bring. يوكي قال لفؤاد which clothes بمعنى الملابس اوكي اي ملابس عليه ان يجلب. نو خطا هو ما قال اي شيء. فؤاد will give يوكي a present. فؤاد سوف يعطي يوكي a present بمعنى هديه اللي هي Iraqi stamps. Iraqi stamps بمعنى طوابع عراقيه. زين خلونا ننتقل الى سي. Find words in Yuki's description on page 46 of your student's book. جد الكلمات بوصف يوكي صفحة 46 من كتاب الطالب. That mean the following. التي تعني the following يعني التالي. شوفوا هنا اوكي هنا شنو عندي؟ هنا عندي vocabulary معاني. طبعا هاي تحفظ. زين خلينا نجي نمبر 1.
No, recognize. No, يعرف. Recognize, يميز أو يعرف. Father and mother, الأم والأب هو parents, الوالدين. A Japanese dress, ملابس يابانية هي kimono. إذن هذا ما يتعلق بصفحة 72 و 73. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا على المتابعة وانتظروني في درس جديد.